بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تكون مكملة للمحاضرة السابقة، واللي راح تكون اليوم عن مفهوم الاحتمال. يعرف الاحتمال بالشكل التالي: إذا كان الحدث EI يحدث في N من الحالات المواتية من N من الحالات الممكنة. بس احنا بالمحاضرة الماضية قلت لكم شنو معنى حالات مواتية. الحالات المواتية يعني مثلا انا رميت لي قطعة نقود، الحالات المواتية هي اثنين. اذا رميت لي زهرة نرد مرة واحدة، الحالات المواتية ما يكون واحد واثنين وثلاثة، اذا معناه عدد الحالات المواتية ستة. من الحالات الممكنة او حالات النجاح، الحالات الممكنة لو رميت لي زهرة نرد مثلا وأنا اهتمامي بظهور العدد زوجي، كم مرة يظهر زوجي؟ 2 4 6، إذا 3 مرات حالات ممكنة. لو رميت لي قطعتين نقود وأنا اهتمامي بظهور صورتي، إذا حالات مواتية مرة واحدة، بينما الحالات الممكنة تطلع لي 4. هذا أخذناه بالمحاضرة الماضية. فإن احتمال حدوث الحدث واللي يرمز له P of EI يساوي N على capital N. يعني احتمال حدوث أي حدث يساوي الحالات المواتية، حالات النجاح على الحالات الممكنة، الحالات اللي يتحقق بها الحدث على عدد الحالات الممكنة. P of E هذا يرمز لاحتمال حدوث الحدث. P of E I prime يرمز لعدم حدوث الحدث. إذن P of E احتمال حدوث الحدث، P of E I prime عدم حدوثه، اللي يساوي لواحد ناقص P of. هذا هو تعريف الاحتمال. من خواص الاحتمال: احتمال حدوث الحدث زائد احتمال عدم حدوثه يساوي واحد. هذه من أهم الخواص، من خواص الاحتمالات. P of E زائد P of E prime يساوي واحد، يعني احتمال حدوث الحدث زائد احتمال عدم حدوثه يساوي واحد. نأخذ المثال الثاني: صندوق يحتوي على 10 كرات حمراء، 8 سوداء، 20 صفراء في صندوق طبعا محكم، احنا بنشوف داخله. اختيرت كرة عشوائية، ما هو احتمال ان تكون الكرة سوداء؟ التعريف شو يساوي لي؟ عدد الحالات النجاح على عدد الحالات الممكنة. كم مرة ممكن يصير سوداء الحالات الممكنة؟ 8. عدد الحالات الكلية مجموع الكل جد 38. احتمال إذا أن تكون سوداء 8 على العدد الكلي 38. لو قلت ما هو احتمال أن تكون حمراء؟ 10 على العدد الكلي 38. ما هو احتمال أن تكون صفراء؟ 20 على 38. احتمال أن لا تكون سوداء، كم مرة حالات ممكن تكون بها مو سوداء؟ 10 و20 على العدد الكلي 38. إذا صار احتمال أن تكون الكرة المسحوبة غير سوداء 30 على 38. نشوف احتمال حدوث أن تكون سوداء 8 على 38، احتمال أن تكون غير سوداء 30 على 38، مجموعين يساوي 1. الخاصية الثانية: احتمال حدوث أي حدث يكون بين 0 و1، ممكن يكون 0 ممكن يكون 1. إذا كان يساوي 0 يسمى الحدث مستحيل، أما إذا كان يساوي 1 فيساوي لي حدث أكيد. إذا احتمال حدوث أي حدث يكون بين 0 و1، ممكن يكون 0 بس مستحيل يكون أقل من 0، ممكن يكون أكبر شيء 1 ومستحيل يكون أكبر من 1،
فإذا كان يساوي صفر سمي الحدث مستحيل، أما إذا كان يساوي واحد فيسمى حدث أكيد. نأخذ المثال التالي: دواجن حقل يحتوي على 100 دجاجة ميزو، اختير الدجاجة عشوائي، ما هو احتمال أن تكون دجاجة ميزو؟ الاحتمال ميزو عدد الحالات الممكنة أو عدد حالات النجاح 100، على عدد الحالات الكلية أيضا 100. هو كل الحقل يحتوي على دجاجة ميزو، فمن اختار دجاجة 100% تطلع لي ميزو، إذا يساوي لي 1 حدث أكيد. هذا الحقل لا يحتوي ولا دجاجة لكورن، هو يقول لي ما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة لكورن؟ يصير ولا دجاجة لكورن، عدد حالات النجاح 0 على العدد الكلي 100 يساوي 0، هذا يسمونه حدث مستحيل. إذا الحدث ممكن يساوي 0 لكن لا يمكن أن يكون أقل من 0 ولا يمكن أن يكون أكبر من 1، فإذا كان يساوي 0 يسمى الحدث مستحيل، يعني مستحيل يحدث، وإذا كان يساوي 1 معناه حدث أكيد. الخاصية الثالثة: أنا عندي فضاء عينة، مجموع احتمالات الأحداث يجب أن يساوي 1، مجموع احتمالات الأحداث يساوي 1. نأخذ المثال التالي، نفس المثال السابق. في المثال السابق اللي هو هذا، إنه هذا الصندوق يحتوي على 10 كرات حمراء و8 كرات سوداء و20 كرة صفراء، اختيرت كرة عشوائيا، ما هو احتمال أن تكون حمراء؟ ما هو احتمال أن تكون سوداء؟ ما هو احتمال أن تكون صفراء؟ احتمال أن تكون حمراء عدد حالات النجاح 10 على العدد الكلي 38، احتمال أن تكون سوداء راح تكون 8 على العدد الكلي 38، احتمال أن تكون صفراء 20 على العدد الكلي 38، فمجموعهن يساوي 1. أكو تعابير دائما إحنا نقصد بيها، يعني نعبر عنها برموز. فإذا كان E1 E2 حدثين، فمن أقول P of E1 زائد E2 أقصد بها احتمال وقوع E1 أو E2 أو احتمال وقوع أي منهما. يعني من أقول ما هو احتمال وقوع E1 أو E2 أو أقول احتمال وقوع أي منهما، أقصد P of E1 زائد E2. بينما لو قلت احتمال وقوع E2 و E2 أو قلت احتمال حدوثهما معا، فيقصد بها probability E1 في E2. تعبير الآخر: احتمال حدوث E1 علما أن E2 قد وقع، هذا يسمى conditional probability، احتمال شرطي. إذن هذا الرمز يقصد به أنه يقرأ P E1 بشرط وقوع E2، أقصد به احتمال حدوث E1 علما أن E2 قد وقع. هذا التعابير مهمة جدا حتى نعرفها. إذن هذا لها قوانينها، قوانين الجمع، وهذه قوانين الضرب. نجي على قوانين الجمع. الجمع أكو حالتين، أما تكون الأحداث متنافية. شنو أحداث متنافية؟ يعني أحداث التي من المستحيل وقوعهما معا. فإذا كانت الأحداث متنافية فإن احتمال الجمع هو PE1 زائد E2 يساوي الاحتمال الأول زائد احتمال الثاني. نأخذ المثال التالي: صندوق يحتوي على 10 كرات حمراء، 12 سوداء، 8 صفراء، سحبت كرة عشوائيا من هذا الصندوق، ما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الصندوق حمراء أو سوداء؟ من أقول أو، أكو حالتين، يا أما تكون متنافية يا أما تكون غير متنافية. هذا من أجي أسحب كرة حمراء أو سوداء، هل من الممكن أن تكون حمراء أو سوداء في نفس الوقت؟ مستحيل. إذن هذه الأحداث متنافية، فما طول الأحداث متنافية، إذن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الصندوق حمراء أو سوداء راح يساوي الاحتمال أن تكون حمراء تطبيقا لهذه القاعدة زائد احتمال أن تكون سوداء. احتمال أن تكون حمراء 10 على العدد الكلي. ليش 10 على العدد الكلي؟ لأن الاحتمال هو عدد الحالات النجاح على العدد الحالات الممكنة. الحالات النجاح هي 10، الكل شقد؟ 10 زائد 12 زائد 8 اللي يساوي لي 30.
ما هو احتمال أن تكون سوداء؟ السوداء احتمال 12 عدد حالات النجاح على العدد الكلي اللي هو 3. إذا كانت الأحداث يعني غير متنافية، يعني يكون لك بالسؤال ما هو احتمال أن يصيب أي منهما الهدف؟ شوف وين نرجع القاعدة قبل شوية، احتمال أن يصيب أي منهما الهدف معناها E1 زائد E2 قوانين جمع. من مطول قوانين جمع نجي أحداث متنافية لو غير متنافية، إذا كانت غير متنافية احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال الضرب ضربهم، يعني احتمال P E1 في E2. مثال صيادين صوبوا بندقيتهم في آن واحد على الهدف، فإذا كان احتمال أن يصيب الأول الهدف 25% واحتمال أن يصيب الصياد الثاني الهدف هو 4/10، ما هو احتمال أن يصيب أي منهم الهدف؟ من أقول احتمال يصيب أي منهم الهدف يعني معناها جمع، الجمع بحالتين أما متنافي غير متنافي، إذا كانت متنافية احتمال الأول زائد الثاني، إذا كانت غير متنافية احتمال الأول زائد الثاني ناقص الضرب. دول الصيادين أحداث متنافية أو غير متنافية؟ يعني هل ممكن اثنينهم يصيبون الهدف؟ ممكن يصيبون الهدف، إذا معناها هم غير متنافية. نعيد العبارة أحداث متنافية معناها الأحداث التي من المستحيل وقوعهم، يعني أنا كرة أسحبها من المستحيل تطلع حمراء وصفراء، قطعة نقود مستحيل تطلع لصورة وكتابة، هذه يسموها أحداث متنافية، أحداث مستحيل وقوعهم. بالنسبة لهذا المثال اثنين صيادين ممكن اثنين يصيبون الهدف، إذا أحداث غير متنافية. إذا إذا كانت غير متنافية فالقاعدة شو تكون؟ تكون الأول زائد الثاني ناقص الربع. إذا احتمال الأول هو مطينيها 25% واحتمال الثاني 25% والضرب مالتهم، طبعا هذا موضوع صراحة بعد شوية أطرق له، إذا كان ضرب مستقلات تكون الأول في الثاني، وبتطبيق مباشر احتمال الأول 25% احتمال الثاني 4/10 ناقص حاصل ضرب بيناتهم 1/10 يساوي لي 0.55. قانون الضرب، قانون الضرب يمكن تستخدمه هذا حسب القاعدة، إذا أقول لك ما هو احتمال وقوع E1 و E2 أو احتمال حدوثهما معا. قوانين الضرب أكو حالتين، الحالة الأولى الأحداث مستقلة أو غير مستقلة، المستقلة يعني حدث لا يؤثر ولا يتأثر بالحدث الثاني، مثلا قطعة نقود باليد اليمنى قطعة نقود باليد اليسرى، من أرمي قطعة النقود الأولى ظهور الصورة لا يؤثر ولا يتأثر بظهور الصورة في قطعة النقود الثانية، هذه أحداث مستقلة. بينما أحداث غير مستقلة أنه أنا صندوق سحبت الكرة الأولى طبعا بدون نرجع، الكرة الثانية راح تتأثر بسحب الكرة الأولى، فهذه يسموها أحداث غير مستقلة لأنها تأثرت بوقوع الحدث الأول. إذن نأخذ المثال الأول، هذا صيادين صوبوا بندقيتهما نحو هدف معين، فإذا كان احتمال أن يصيب الأول هو 25% والثاني 4/10، فما هو احتمال أن يصيب الصيادين الهدف معا؟ من أقول ما احتمال أن ضرب، نجي القاعدة الأولى، إذا كان مستقلات الأول في الثاني، هذا صياد الأول وهذا ما له علاقة واحد بالثاني، لا يؤثر ولا يتأثر به، إذن أحداث مستقلة، فإذن احتمال أن يصيب الهدف معا هو احتمال الأول في الثاني، وهذا هو شرط الاستقلال، عملية مباشرة ضرب يطلع لي 1/10. المطلوب الثاني ما هو احتمال أن لا يصيب الهدف؟ أن لا يصيب الهدف احنا قبل شوية بالقاعدة قلنا احتمال أن لا يصيب الهدف يساوي 1 ناقص احتمال أن يصيب، الواحد ناقص أن لا يصيب اللي هو 25% الصياد الأول، عدم إصابته 75% وعدم إصابة الصياد الثاني 6/10، عدم إصابة الصيادين راح يكون عدم إصابة الصياد الأول احتماله في احتمال عدم إصابة الصياد الثاني، عملية ضرب بسيطة راح يطلع لي 45%. أما إذا كانت الأحداث غير مستقلة
راح يساوي الاحتمال الأول في احتمال الثاني مشروطا بوقوع الحدث الأول. نأخذ المثال التالي: حقل للدواجن يحتوي على 100 دجاجة ميزو و250 دجاجة لكوارك. اختارت دجاجتين على التوالي بدون إرجاع الدجاجة الأولى، يعني الدجاجة الأولى أخذها ما رجعها للحقل. ما هو احتمال أن تكون الدجاجتين من السلالة الميزو؟ خلنا أوضح لكم إياها. من أقول اختارت دجاجة، ما هو احتمال أن تكون دجاجة ميزو؟ حالات النجاح 100، الحدد الكلي 350، 100 زائد 250. إذا احتمال دجاجة ميزو راح يساوي 100 على 350. الدجاجة ما راح أرجعها، نجي آخذ دجاجة ثانية. ما هو احتمال أن تكون دجاجة ميزو؟ عدد الحالات الممكنة للميزو مو 100 صارت 99، لأن أنا سحبت لوحدة وما رجعتها. إذا احتمال الدجاجة الثانية تكون ميزو 99 على 349. ليش 99 زائد 250 دجاجة ليكولا؟ وشكرا جزيلا لإصغائكم.